كل مكان، كابتن خالد العوضي نائب رئيس اتحاد الرياض. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن ايهاب، ومشي على الكابتن الجميل كابتن عصام شلتوت والاستاذ الجميل استاذ علاء عزت. نور يا كابتن، تحياتهم لحضرتك. ويمكن لفتة طيبة جدا من منطقة الجيزة واتحاد كرة اليد واطلاق اسم اللاعب حبيبي حسن على البطولة التنشيطية. طبعا كل التعازي لاسره الراحله كابتن حبيبي حسن. طبعا كلنا تعلمنا على الموضوع، كلنا اتحركنا زي ما بيقولوا على الموضوع. بنت لسه 16 سنه في اتحاد الصحافه، يعني فعلا كل الموضوع كان يعني كان تعلمنا كثيرا الموضوع. عندنا منطقه القاهره عملت كاس باسمها اللي هي الدوره بتاعت مواليد 2000 اللي هي سنها، عملت كاس باسمها وعملت بطوله المنطقه كلها باسمها. عندنا منطقه الجيزه اضطرت ان هي تعمل دوره تنشيطيه قبل الدوره المصغره لكل فرق الهاندبول من يوم 12 ل 15 يناير منطقه الجيزه في نادي 6 اكتوبر نادي حدائق الاهرام. هتعمل كل الكؤوس اللي من مواليد 2006 2007 2008 2009 2010 خمس مراحل، ولاد وبنات هتعملوا كؤوس باسمها. اكيد لفت طيبه من اسره كره اليد، اكيد البنت كانت لعيبه مهمه في منتخب مصر للناشئين والشباب والشابات عندنا. واكيد ما حدش يعني يشوف الموضوع ده في ولد صغير بيحصل له. طب كابتن خالد اكيد تحياتنا، واكيد بنجدد واجب التعازي في حبيبه حسن بطله النادي الاهلي الراحله، بطله منتخب مصر، وان التخليد اللي بتعملوه في اتحاد كره اليد مش جديد عليكم، واكيد هي لعيبه تستحق. اكيد هي لعيبه تستحق، واي حد من اسره كره اليد لازم هنقف جنبه، احنا اسره واحده. اكيد ده حاجه مش جديده على اسره كره اليد، مش جديده على النادي الاهلي. ان انا شفت في العزل بتاع الكابتن حبيبه كل اعضاء مجلس النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كانوا موجودين بيعزوا لاسرتها، وكانوا يعني كل الناس متقدمه. حادثه طبعا او يعني مصاب اليم او حادث تعب كان الناس كثيره، لكن الحمد لله ربنا يا رب ينقلها لمكان احسن كتير من كده. نتمنى لها يا رب الرحمه، ونتمنى لها باذن الله نشرها في صدر السريان، ونتمنى باذن الله ان الدورات دي كلها تطلع في اطار كويس تخليدا لاسمها فعلا عبر النادي الاهلي وعبر اتحاد الهاندبول. يعني شكرا لحضرتك كابتن، وشكرا لمنطقه الجيزه ولاتحاد كره اليد. شكرا يا كابتن. لفتة طيبة بتؤكد معاني كثيرة جدا جدا، بتؤكد انه الرياضة هي فعلا زي ما قتلناها يعني بحث وكلام.